يعني بدك تضل جوعان؟ رح شيلهم أحسن ما يوقعوا على التخت. استني، هاي أحلى لحظة، بأحلى لحظة بالأكل. ميرا تركي صينية الأكل وتعالي. لا ما بدي، خلاص ترك لي إيدي. استني شوي ريان، أنا باخدها. تعبتي حالك بتحضيرها، أنا رح آخدها. طيب. أمي أسماء؟ هات هي عنك، أنا أساساً نازلة لتحت. خير شوفي؟ ارتفع ضغطها شوي وأنا خفت عليها، بس لا تشغل بالك، هي منيحة وأعطيتها الدواء. مناخدها على المشفى؟ لا، ما رح تقبل أبداً، أنا تركتها لترتاح. لا تاكل هم، هالشي بيصير دائماً، العمر إله حقه وطبيعي تكتر أمراضنا بهالعمر. ما بيصير هيك، خلينا ناخدها على المشفى. لا لا تسوي هيك، تعرف ما بتحب حدا يشوفها وهي بهالحالة، وإذا عرفت إني حكيت لك بتعصب علي. يلا لا تشغل بالك، صباح على خير. تلاقي الخير. خير صاير شي؟ شو بيعرفني؟ معدتي صارت توجعني كتير هيك فجأة، كأني أكلت لقمتين أكل ما كان لازم أكلهم بهالوقت. الظاهر مرتي ما ساوت لي الأكل بمحبة. بالله جد، تعرف حبيبي أنت ما بيلبق لك الدلال أبداً. ميران عن جد انت منيح، رحت على المطبخ ورجعت بسرعة. طالما انت جنبي انا منيح. يلا لا تفكري بشي، نامي. اليوم كان صعب ومتعب كتير إلنا. الصلاة عليك يا سيدي. أمي أسماء، مو هاي الجزمة يا ستي؟ ليش حطيتيها هون؟ الله.
يا رسول الله. الصلاة ستي أنا عليك يا سيدنا ستي 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 لا مستحيل لا 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 ستي 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 Thank you.
ستي حبيبتي، لا تتركيني، لا بترجاكي لا تتركيني ستي. فكرتك متي، ما متت يا روحي. شفت حلم مو حلو بنوم، فكرت انك متي بهالحلم. امي اسماء حطت جزمتك قدام الباب وشفت الكل واقفين حوالين تابوتك، كانوا الكل عم يطلعوا على التابوت تبعك بحزن، وانا ركضت وفتت على هاي الغرفة. لقيت الشال تبعك محطوط على الكرسي وعليه علامة عيلة اصلا، ومسبحتك كانت موجودة كمان. كلياتنا رح نموت بشي يوم، بس أنا رح أضل موجودة جوات قلبك. لا يا ستي، بترجعكي لا تحكي هيك، أنا ما بدي أشوف موتك. كل الناس رح يموتوا حتى إذا كانوا منحبهم، ممكن يموتوا كمان مثل ما أنا خسرت أشخاص بحبهم، بس ما متت، مسكت بالحياة. أنت كتير بتحبها لستك يا ميرا، حتى لو حطينا قدامك ألف دليل صعب تقطع صلتك فيها وتبطل تحبها. شو بدي ساوي هلا؟ دخيلك يا رب يدلني على شي حل. صباح الخير. صباح الخير. ليش شايف في غيوم على شمسي؟ شو القصة؟ في شي مزعلك ريان؟ لا ما في شي مزعلني. شو خلاك تزعلي؟ أنا؟ أنا وأنت ولمرة رفقنا على هالتخت ونحن زعلانين. ريان، أنت بالأول. فقت زعلانة لأني شفت حلم سيء، ستك حاولت تبعدني عنه. انت عم تسمعي صوت هالقلب؟ ايه عم بسمعه. قبل ما يروح هالصوت نهائيا، ما حدا بيقدر ياخدك مني، حتى
لتشرق شمسي. شو هالكركبة هاي؟ إذا ضاع فيل بهالغرفة ما منقدر نلاقي، وسخة كتير ومكركبة. وقال شو هن رح ياخدوها كن إلهم إن شاء الله. خالة حنيفة شو صار حبيبتي؟ انتي ليش عم تبكي؟ انا ما صار لي شي، بس اللعبة تبعي انجرحت. عن جد هاي المسكينة انجرحت؟ طيب وين انجرحت مشان نداويها؟ طلعي هون بظهرها، والجرح كبير كتير. بتتصلح مو هيك؟ ايه بتتصلح بتتصلح، بعد شوي بجيب الابرة وبخيط لها هذا الجرح وما بيضل فيها شي. ممكن تساوي لي اياها هلأ؟ لهالدرجة بتخافي على لعبتك؟ هلأ خالتك حنيفة بعد ما ترتب هالغرفة وتمسحها وتنظفها بتخيط لك لعبتك وبتعالج لك ياها. تمام رح روح استنى لبين ما تخلصي. يلا يا قلبي الله يحميك. غريب هي شلون مفتوحة هيك. هلأ إذا خيطتها وين السحاب؟ هذا علقة؟ استغفر الله هاد ليش معلق؟ لك شو هاد؟ لا حول الله ماني فاضية لك هلأ. في رسالة بقصر آل شاد أوغلو المرحومة ديال شاه، هي كتبتها لهزار شاد أوغلو. لازم تلاقي لي هالرسالة وبسرعة. وين الرسالة؟ انتي وين خبيتيها يا ريم؟ متشكرك كتير. صحتين وهنا. وين حنيفة ست الحسن والجمال؟ قالت لي بما أنه الغرف فاضية رح تفوت تنظفهم فورا. هارون ليك ابني، نحن تعرفنا عليك وعلى عيلتك واستقبلناكن بعيلتنا، طلبتوا البنت منا، شفناك مناسب عطيناك، وإن شاء الله عن قريب بيصير العرس. إن شاء الله. بس انتبه يا ابني، ما بيصير تكونوا سوا إذا الأمور مو رسمية. جدي معه حق، يعني اللي أنا شفته أنت شخص متحرر، بس نحن مو بأمريكا هلا. أزاد ليش تضايقتي مرت أخي؟ ابني ما بترجع على بلدك لوقت العرس، يا أما بتكتبوا كتابكن بأسرع وقت. إيه بس يا بابا هن مخطوبين. نصوح بيك معه حق، أنا
تصرفت من دون تفكير، بس بالحقيقة أنا كان بدي نكتب كتابنا بسرعة، بس لاحظت إنكم بتضلوا مشغولين ولهالسبب خليت أهلي أجلوا كتب الكتاب. وإذا أنا كنت رايح جاي لهون فهاد مشان ساعدكم، وإلا ما كنت بفوت على هالبيت قبل ما نكتب كتابنا أنا وياريم. لا تواخذوني، رح جهز لكتب الكتاب والعرس. كتير منيح. من بعد إذنكم صار لازم روح. أنا رح وصلك على الباب ابني. لا ما في داعي تعذبي حالك، بروح لحالي. لا أبدا، لا عذاب ولا شيء. صحتين وهنا. يلا تعال ابني هارون. بابا كأنك أحرجته شوي. نحن اللي أخرنا العرس مشان البنت تتعرف عليه أكثر، شو اللي تغير؟ ليكون عاجبكم فوتاته وطلعته من البيت، بكره بيبلش اللت والعجن. إن شاء الله ما تكون تضايقت وأخذت على خاطرك من كلام جدك. لا استغفر الله. أمي ما كان في داعي تعذبي حالك وتوصليني على الباب بلا ما تاخدي برد. أنت حامل، بخاف إنك تمرضي لا سمح الله. لا تخاف ابني، أنا ما ببرد. ما شاء الله عليك شو حباب ومزوق، إن شاء الله تكون مع بنتي يارين هيك كمان. هارون بيك أنا سويت القهوة، معقولة تروح قبل ما تشربها؟ يسلم إيديكي مليكة، ما إلي نصيب، إن شاء الله المرة الجاية تمام؟ لا استنى، والمرة الجاية بتشرب غيرها، حطي القهوة هون مليكة. والله ما بتركك لتشرب قهوتك، يلا تفضل عود ابني. أنا خايف عليك تبردي. لا بالعكس، بشم هوا نظيف هون، عود. ماشي، شكرا مليكة. يسلموا. صحتين وهنا. يعطيك العافية. بكفي، ما في داعي ريها، ارجعي بلا ما تبردي. لا تخاف أنا ما ببرد. ما راح أتأخر لا تقلقي، بخلص شغلي وبرجع. بتعرفي أهملنا شغلنا كتير. تمام، بشوفك بعدين. تمام. وين ما كنت ميرا لا تنسى أني بحبك كتير. ماشي. وأنتي ريان هون مكانك جوات قلبي. قديش حلو إنه الزوجة تودع زوجها بهالطريقة هاي. كأنه هي أول مرة بودعك على الباب. أنا دائما بحسها وكأنه أول مرة. شو بدي ساوي؟ يلا روح على بكير وارجع على بكير. ايه شكراً خانم. بدك شي؟ ما بعتقد فيك تساوي اللي بدي إياه. قلبك طيب ومحترمة وما بتحب الظلم، مو هيك؟ شكراً خانم. وينو ميرا؟ ما بعرف، ما شفته، على الأغلب بيكون طلع. بس بتحبي اتصل فيه؟ ما في داعي. شكراً خانم. بنتك مو كل أيامها كوابيس. ميران لما إجا على هالدنيا دلشاه كتير انبسطت وقضت أيام حلوة معه، يعني كل عذابها نسيته كله أول ما ولدت بميران. وأنا عم قول هالشي مشان يرتاح ضميرك وما تحسي بالذنب تجاهها.
دلشاه، قبل ما تموت دلشاه قدرت انها تعيش كم سنه مع ابنها بسعاده، ما ماتت محرومه منه. بس انا قلبي لهاليوم لساته محروق على بنتي، ما قدرت اهتم فيها بحياتها ولا اهتم بابنها بعد ما ماتت، وما قدرت احميه من شر عزيزه وصلمه. بس بالنسبه لريان، ميران عن جد كتير بيحبها وبيموت فيها. بالاول ظلمها كتير، بس المسكين ندم بعدين. صباح الخير. صباح النور بنتي. ما اجى ميران معي؟ طلع من البيت عنده شغل ضروري. لا تزعلي، ما بتتذكري شو حكينا مبارح؟ يلا تعالي نتسلى سوا. يعطيك العافية أمي أسماء. لقيتي الرسالة؟ لقيتها. مو لألي، رح تعطيها لحدا تاني. لمين رح أعطيها؟ وبتقلا هزار شاد أوغلو ما عاد يتحمل ولا يستنى أكثر من هيك. دقيقة استنى، انت شو قلت؟ شو قصدك؟ خلي أمك أسماء يلي تحكي لك هذا الشيء. كيفك يا أخي؟ وصلتوا لي لصاحب السيارة؟ المحامي عم يتحرى عنه ورح يوصل له. شو قصة صاحب السيارة؟ ما بدك تحكي لي ميران؟ بحكي لك بعدين. يا أخي أنت مانك شايف الحالة يلي نحن وصلنا لها؟ لك صرنا مثل الغربة. أنت رح تحكي لي شو الشيء اللي عم يصير معك؟ أساساً أنت بتعرف ما في أكتر من يلي عم تشوفه. عن جد؟ بس يلي عم شوفه ما بيطلع ذرة قدام يلي مخبى. انت مو من الاشخاص يلي ممكن يعدوا هيك بعد كل شي صار، والافضل انك ما تعود. لاحق الحقيقة. شو قصدك فرات؟ في شغلات انا ما عم بقدر استوعبها. الهجوم على السيارة والحريق كلياتها هي ألاعيب ستك، ودائما في عندها حجج. والاشخاص يلي اجوا من الماضي يلي نحن ما منعرفهم، كل هاي الأحداث بتلف وبتدور وبالآخر بترجع لستي عزيزة. لهالسبب أنت لازم تحكي لي كل يلي بتعرفه لحتى ندور سوا على الحقيقة. نحكي بالموضوع بعدين. هلأ احكي لي عن آل شاد أوغلو، شو اللي سوى؟ مثل ما حكيت لك بالتليفون ميرا، حطوا ايديهن على الفندق، قدروا يقربوا منا كتير بسبب ألاعيب ستي عزيزة. ونحن شو بدنا نساوي؟ منسمح لأزاد يشتغل هون؟ شو بدنا نساوي؟ هو زوج إليف ومجبورين نتحمل. بس يا أخي سيد فرات، المحامي بعت لك هالمعلومات بخصوص السيارة. هاتي هاتي. شوفك بعدين، لازم. شو الموضوع؟ ميران؟ ألو
يا محامي، لكان طلع معك انه السياره مسجله باسم آل اصلان؟ ها كثير منيح، معناته بتعرف لي مين كان عم يسوقها فورا. وينه هالرجال يا يوسف؟ ها شو قال لك بالضبط؟ امتى رح يجي؟ قال لي رح يجي. وينه لكان؟ طول بالك شوي واستنى، في بيناتنا موعد واكيد رح يجي. أهلين وسهلين، لا تواخذنا مبارح لسمعنا بوفاة أبوك، البقية بحياتك. تعيش الله يرحمه. حكيت أنت وهزار؟ ايه حكينا، بس اذا مشغول بالك لا تقلق لاني ما حكيت له كل شي بعرفه. وشو يلي انت بتعرفه؟ جبريل شو حكى لك؟ حكى لي كل شي بيعرفه. منيح، وليش ما خبرت هزار وقتها؟ انت اجيت لهون بس مشان تحكي بموضوع الخاتم؟ أنا اللي عملته أني بس نفذت وصية أبي، ولو طلب أحكي له كل اللي خبرني إياه لكنت حكيت، بس هو ما طلب. وحتى لو أنا ضليت ساكت ابنك رح يعرف الحقيقة بشي يوم، وأنت أساساً رح تحترق بالجحيم اللي ساويته. لما تشتعل النار أنت أول واحد رح يحترق نصوحها. ما دخلك بالشي اللي راح يصير معي. معك حق، ما دخلني، هاي مشكلتك انت اللي راح تعاني وتتعذب. بس شو بدي قلك، طول هالسنين وبكل الليالي كيف كنت تنام؟ كيف سكتوا لضميرك؟ انا قلبي عم يتقطع عليهم، انت كيف تحملت ظلمك لإلهم يا اغا؟ اهلين وسهلين نصوح. هاي البنت شو عم تساوي هون؟ عم تضحك علي جبريل؟ نصوح اقعد واسمع البنت المسكينه شوي، بما انك اجيت اسمعها. لو بعرف انك ناديت لي من شانها ما اجيت. نصوح لا تعاند، هاي البنت حبيبة هزار، هن بيحبوا بعضهم كتير، حرام عليك، لا تظلمهم. عود شوي واسمعها وفهم شو بدها منك وبعدين فيك تروح، ما رح تخسر شيء إذا بتسمعها هالمرة. يلا احكي اللي عندك، لا تخجلي يا بنتي. نصوح آغا، الله يخليك ساعدني. بالحقيقة المعلم جبريل هو نصحني. احكي اللي عندك بسرعة، ما عندي وقت. قال أصلان طلبوا ديل شاه لابنه محمد، أما ما وافقت على هالشي، بس قال أصلان هددوهن وقالوا لهم إذا مو بالحسنى نحن رح ناخدها بالقوة. مو أنت قلت لهزار إنه لما بيتسرح من الجيش رح تساوي لهم عرسه لأنه هن بيحبوا بعض؟ بس للأسف دلشاه ما في عنده فرصة لتستنى هزار ليتصرح. انت لازم تساوي شي يا نصوح. انا شو فيني ساوي؟ كيف يعني شو فيك؟ هزار ابنك يا نصوح، هالبنت رح تصير كنتك بالمستقبل، هي اجت لعندك ولجأت لك، انت رح تاخدها على بيتك، ولما بيجي ابنك تكتب لهم كتابهم. ليش لاخد لابني بنت مو معروف لا اصلا ولا فصلة؟ إذا عجبتك فيك تاخدها لابنك. أنت عم تسمعي اللي عم يطلع من تمك يا نصوح؟ بتعرف إنك بهالطريقة عم تظلمهم؟ هالبنت ما بتناسبنا بنوب. طالما طلع لك بطريقك عريس غني فلا توقفي أبدا. هزار ما رح يكون زوجك أساسا، لبين ما يرجع من العسكرية بيكون نسيكي نهائيا.
رح اخذ لابني، كني بنت عالم وناست لي باسم عيلتنا، فهمتي؟ وكل يلي بتعرفه بتدفنه جواتك جبريل. اذا اي حدا بيعرف بهذا الشيء رح ادفعك الثمن غالي. اصحك تتدخل بشي ما بيعنيك مرة تانية. منيح، طالما انت بتعرف معناتها تفون يلي بتعرفه جواتك مثل ابوك، واذا بتحكي ما رح يصير خير. اساسا حتى لو حكيت لا ديلشاه ولا جبريل عايشين ليشهدوا، ما حدا رح يصدق هالشي. رح اسكت، بس لا تفكر ابدا رح اسكت لاني خايف منك. رح ضل ساكت لاني ما بتمنى يرجع ابنك يحيي حبه لمرة ماتت وانتهت. يا ريت تراجع حالك يا نصوح شاد أوغلو. ما تخيلت بحياتي لاقي رجال ما بيشفق حتى على ابنه. لو ما كان الشر بقلبك ما كنت تصرفت بهالوحشية هاي. انت عم تتجاوز حدودك. اطلاقا، مو انا، انت اللي تجاوزت حدودك، حتى تجاوزتها من زمان كتير. ما رح خبر اي حدا بهالشي، بس الحقيقة يا نصوح اغا تظهر بالنهاية، واذا لسه ما ظهرت معناتها ما اجا وقتها. تعرف شو لازم تساوي؟ روح وقعد على عرشك بهداك القصر واستنى اليوم اللي رح تنكشف فيه الحقيقة. بس بعتقد ما ضل كتير وقت يا نصوح اغا. لك انت كيف بتحكي معي بهاي الطريقة؟ نصوح وقف يا اخي. فيلبس، انت عم تهددني هلا؟ انت كنت عم تهدد نصوح اغا؟ نصوح شاد أوغلو، معناها انت إلك ايد بهالموضوع كمان. هزار شاد أوغلو، اطلع!